بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الراحل. وقد أعرب سموه حفظه الله عن الحزن العميق لوفاة الأمير الراحل الذي كان قائدا حكيما وأميرا للإنسانية، وأن غيابه يشكل خسارة فادحة للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، منوها سموه بالمواقف الكبيرة للفقيد الراحل تجاه مملكة البحرين وما قدمه للإنسانية من عطاء سيخلد في صفحات التاريخ. وتقدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأحر التعازي إلى أخيه سمو أمير دولة الكويت وشعبها الشقيق في فقيد الأمة العربية وأحد أبرز الحكماء في عالمنا المعاصر، مشيدا سموه بما قدمه الراحل الكريم من عطاء وجهود وتفان في خدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية، حيث بذل الكثير من أجل الدفاع عن قضاياها المشروعة وتعزيز روح التضامن والأخوة العربية، وظل حريصا على تنقية الأجواء بين الأشقاء والأصدقاء من أجل عالم أكثر أمنا وسلاما. وتوجه سموه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد صباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيها عن صادق تعزيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.